إيفانت هذا الأسبوع اخترناه أن يكون بمناسبة انطلاق بطولة كرة السلة، فكان الحدث مباراة وداد بوفريك أمام أولمبي مليانا، أما المكان فكان قاعة بوفريك المتعددة الرياضات. مباراة جمعت بين فريق باتت طموحاته تكبر كل موسم بعدما احتل المركز الثالث الموسم الماضي وقبله الخامس. الفريق هذا عنده صفيلة طلواز يماني كنا سياسة ووب سنارنا وعندما أوني سياسة ووب بدأت أولمبيك بوفريك أوني أوتونوم. الحمد لله خرجنا كما يقولوا أنوفوني صفيلة طلواز يماني سنا بريمير أني كلاسينا سانكيام لاني بريسيدون كلاسينا طلوازيام إن شاء الله بربي أون فاجوي لو شامبيونا مغربا إن شاء الله هنا في بوفريك. وهذا العام إن شاء الله أون با أنكو تراسي دي زوبجيكتيف مي الحاجة الأهم سي لي بلاي أوف سي أون جو لي بلاي أوف أبري أون فيرا. وبالعودة إلى المباراة فإنها سارت في اتجاه واحد فقط، اتجاه في صالح أصحاب الديار، نقاط مراوغات ولمحات فنية جعلت الجماهير الغفيرة الحاضرة تتفاعل معها. إن شاء الله هذا العام مساء الخير على بوفريك، إن شاء الله احنا كلاعبين نمدوا كاع اللي عندنا، إن شاء الله الجماهير تكون مورانا، إن شاء الله في آخر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نربو على اللقب باسمنا إن شاء الله. مباراة انتهت بنتيجة عارضة 111 نقطة لصالح أصحاب الأرض مقابل 53 نقطة لممثلي ولاية عين الدفلة، فسلطت الضوء على نقاط قوة الوداد المحلي ونقاط ضعف الأولمبي الزائر. اشتكت مقابلك في اتجاه واحد الملاحظة الأولى حقا في بعد بديت المقابلة أنه تأسك فيها أنه بعد الفريق اللي صارت حتى السنة الماضية تلعب بديت البطولة اللي كانت شهر قنوب تأخر بتاع شهر بعد شوف فريق حسن يحيى يجيك يجيك بسبابين ستلاعبين أنه شيء مؤسف لكل حال، احنا ما نتمنى واحد كل فريق ماشي إلا فريق مليانة. من ناحية المقابلة كما قلت كانت في اتجاه واحد الحمد لله، احنا سيرنا المباراة من بدايتها ضغطنا على المنافس أعطينا فرصة لكل لاعبين. رغم شتو العام اللي فات باركور تاعنا كلاسينا طروازيام وكنا قادرين نروحوا بعيد كانت خاصتنا شوية اكسبيريونس، إن شاء الله هذا العام بالاكسبيريونس تاع لي جوار كيما حليم كعوان وعلي مصاد وعز الدين بولسنان مام ميموني تاع دار البيضاء إن شاء الله تكون فيها الخير إن شاء الله. هي بداية موسم قوية للوداد الذي اشتاق أنصاره لمثل هذه الانتصارات للعودة بها إلى محطات التتويج بعد غياب لسنوات سيطر فيها المجمع البترولي على السلة الجزائرية المحلية، فيما تطرح وضعية أولمبي مليانة العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل فريق ينشط في القسم الممتاز.